السلام عليكم طلاب الصف الرابع، إن شاء الله اليوم سوف نبدأ باختبار الوحدة السابعة والسؤال الأول. اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي، أي مما يأتي يكافئ الكسر 2/5. طبعا نلاحظ بالخيارات هنا كلها كسور عشرية، فيجب تحويل المقام إلى 10 أو 100. بدي أحوله ب10 وبضرب ب2 وبضرب ب2، فصار عندي 4/10، فالجواب يعني 4/10، فالجواب هو في العجين. ما الكسر العشري والكسر العادي اللذان يعبران عن النموذج أدناه؟ الآن بعد هدول 10، 20، 30، 36. إذا أنا هون عندي 36 مربع مضلل من 100 مربع. إذا أنا هاي كيف رح أكتبها ككسر عشري؟ بحكي وتساوي 36%، إذا الجواب فرع ج، إذا الجواب فرع ج. تمام. الآن سؤال رقم 3، أي العبارات الآتية صحيحة؟ 8 و5، لاحظوا إنها هي أقل من 8 و35%. إذا هذا الشيء لا، لأنه أنا بعرف إنه 3 جزء من 10 أقل من 5، والإشارة هيك لازم تكون، إذا هاي العبارة خاطئة. ب، 27% أقل من 7.5%. إذا نلاحظ إنها عبارة صحيحة، لأنه 7 أحاد 7 أحاد، نقارن بين أجزاء العشرة 2 و5، إذا الخمسة هي الأكبر، إذا عبارة صحيحة. وجيم ودال هي عبارة خاطئة. أي الكسور العشرية الآتية مرتبة من الأكبر إلى الأصغر؟ الآن أنا رح أبدأ بالترتيب من هون، وأبدأ الترتيب دائما من اليسار إلى اليمين. 1 صحيح، نبدأ بالأعداد الصحيحة، 0 0 2 0. لاحظ إنه الاثنين هو الأكبر لكن مو موجود بأول شيء، إذا هذا الترتيب خاطئ. ب، 2 عندي 1 0 0 0. تمام، ترتيب الأعداد صحيح. نيجي الآن على الأجزاء، من 1 و0 و3 و8 و0. لاحظوا إنه أكبر شيء، طبعا الاثنين هي أكبر شيء، عندي 0 نفس الشيء أكبر، بقارن بينهم 3 و8/10، إذا لازم 8/10 تيجي هون، إذا هذا ترتيبها خاطئ. جيم، برتب الأعداد، بإمكانك ترتبهم هيك فوق بعضهم البعض، بترتبهم وتتأكد إنه فعلا هم مرتبين. تمام، إذا الاثنين أكبر شيء، بعدين الواحد، هاي اثنين بعدين الواحد، 0 0 0، 8 3 0، إذا نعم 8 3 0، إذا هي هاي الترتيب الصحيح فرع ج. لاحظ إنه فرع د كمان خاطئ، لأنه 2 صحيح هي الأكبر، يجب أن تكون في البداية. الآن أي الكسور العشرية الآتية تكون في القيمة المنزلية لرقم 8 هي 8 أعشار، يعني 8 أجزاء من 10، واللي هي جواب ب. لاحظوا أنه هنا تقع بالأحاد والعشرات، هنا أحاد، هنا أجزاء من 100، إذا ب هي 8 أعشار. سؤال 6، أي مما يأتي يكافئ 25%؟ 25% يعني هي على 100، عند تبسيط هذا الكسر بقسم البسط والمقام على 25، فالجواب بيطلع معي ربع، يعني 25 مثلا قرش من 100 قرش هي نفسها فئة الربع دينار. أي مما يأتي يساوي 5 صحيح، هي بكتب 5 صحيح، و2 من 100، يعني أنا ما عندي أجزاء العشرة 0، و2 من 100 يعني 2 من 100. طبعا لاحظوا إنه مو ألف ولا باء، جيم لما أنا بكتبها تكتب 5 و2/10، إذا خطأ، لكن هذا أنا لما بدي أكتبه بكتبه 5 صحيح، ما عندي أجزاء من 10 0، و2 عندي أجزاء من 100. إذا الإجابة الصحيحة هي فرع د. أي الكسور العشرية الآتية أقل من 2 صحيح و54 من 100؟ لاحظ إنه هون 4 أكبر من 2 و5 أكبر، 2 و55 أكبر من 2 و54، إذا 2 صحيح و45 من 100 هي الأقل من 2 صحيح و54. إذا كانت الكسور العشرية مرتبة من الأكبر إلى الأصغر، فأي مما يأتي يمثل الكسر العشري المفقود؟
طبعا الترتيب هي من اليسار الى اليمين، فالعدد المفقود يجب ان يكون اقل من 86% واكبر من 54%. لاحظ ان 61 هو العدد المحصول بين 86 و54. مثلا الف 25% فعلا هي اقل من 86% لكن اكبر من لكنها اقل من 54. هذا الشيء ما بصير، يجب ان تكون اكبر. عند تقريب العدد الى اقرب عدد كلي ينتج، أقرب عدد كلي يعني أحاد، فالأربعة بتطلع على الاثنين ما بتعطيها، فبتضل أربعة والثلاثة بتضل زي ما هي، ودول بتحولوا أصفر، فالجواب في الإعداد 34 تقريبا. أسئلة ذات إجابات قصيرة. أجرت المعلمة تصويتا للفاكهة المفضلة عند طالبات الصف الرابع، فكانت النتائج كما في الجدول الأدنى، هاي الجدول. ما عدد طالبات الصف الرابع؟ هيهم بجمعهم 40 زائد 25 زائد 20 زائد 15، فالجواب 100. تمام، إذا هاي اجمع 40 و20 60 و30 90 و10 100. قالت مريم إن أكثر من نصف طالبات الصف الرابع يفضلن التفاح والبرتقال، هل هي على صواب؟ أفسر إجابتي. طبعا ما عدد الطالبات اللواتي يفضلن التفاح والبرتقال؟ التفاح والبرتقال 25 و15 فمجموعهم 40، لكن أنا بعرف إنه النصف هو 50، لأنه نصف المئة الطالبة هو 50، والأربعون هي أقل من النصف وليس أكثر من النصف، إذا هي ليست على صواب. اكتب الكسر العشري والكسر العادي الذي يمثل عدد الطالبات اللواتي يفضلن التفاح. التفاح كم هو الكسر العشري؟ 25/100 ويكتب 25%. اكتب الكسر العشري الذي يمثل عدد الطالبات اللواتي يفضلن البرتقال اللي هي 15%، يعني من 100 عند تقريبها الى اقرب جزء من 10، الواحد بتروح 2 على 5 تعطيها بتصير 2، فالناتج 2/10 تقريبا. سؤال 15، ما الفاكهة التي تفضلها 2/10 من الطالبات؟ طبعا 2/10 من الطالبات هي تكافئ 20%، يعني اللي هي فاكهة العنب، فاكهة العنب. تدريب على الاختبارات الدولية، السؤال 16، ما العدد الأصغر؟ ما العدد الأصغر؟ 2/10، 23/100، 3/10، أم 3/100؟ الأصغر هي الأجزاء من 100، لكن أنا هون عندي 0 و2، إذا الصفر هو الأقل. أو بإمكاننا نرتبهم بشكل عمودي ونقارن من اليسار. ما العدد الذي ناتج تقريبه إلى أقرب جزء من 10 يساوي 6/1؟ طبعاً بقرب كل عدد، هون أنا بدي أقرب إلى جزء من 10، الأربعة ما بتعطي الصفر، فهون تقريباً الجواب 6، هون الجواب تقريباً 6. تمام، التسعة بتوع الصفر ما بتعطيها، فبضل 6/9 تقريباً. الصفر هاي بتروح على 9 فراح تعطيها فبتصير 1، والستة بتنزل زي ما هي، إذا الناتج هو جيم، أعطاني 6 صحيح و1 من 10. أي الكسور العشرية الآتية تكافئ 7/10؟ هي 7/10. الآن لكتابة الصيغة التحليلية بالصيغة القياسية، فبكتب أنا عندي فاصلة عشرية، عندي 3/100، عندي 2/10 يعني هي في أجزاء العشرة، والخمسة أحد، إذا 5 صحيح و23 هي في رعبة 23. آخر سؤال، ما العدد الذي يشير إليه السهم على خط الأعداد؟ طبعا 89 هي نفسها تكافئ 89%، بصير إني أضيف 0 إلى اليمين 8. فبعد الآن 9 و81، 9 و82، 9 و83، 9 و84، 9 و85، 86، 9 و87، 9 و87%. هيك بيكون انتهت الوحدة السابعة يا رابع، يعطيكم العافية.